السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفات اليوم عبارة عن تحلية أو تورتة بثلاثة ديال الطبقات بدون فرن. غادي نحتاجو في المقادير عندنا 248 غرام البسكويت كيكون مطحون. كنطحنو البسكوي عاد كنعبروه. غنستعمل هذا البسكوي هذا اللي كيكون دائري أو أي نوع، المهم يكونش فيه الشكلاط، كيكون بسكوي عادي. غادي نحتاج معاه واحد 3 معالق كبار تقريبا ديال الزبدة المذابة باش غنجمعوه، علبة واحدة من الفلون بالنكهة ديال الفاني فيها 50 غرام. كتستعملوا نكهة ديال الفاني أو كتستعملوا نكهة ديال البنان. ما كانتش عندكم هاد الباكية هاد الكبيرة، كتستعملوا جوج صغار اللي ما فيهمش السكر. هذا فيه السكر، ما غاديش نستعمل السكر دابا. جوج معالق كبار من النشا ديال الذرة. الا استعملتوا فلون بدون سكر كديروا 4 معالق كبار ديال السكر أو 3، ونص لتر ديال الحليب. اول شيء كناخذوا الزبده ديالنا كندوبوها في الكاسرونه تقريبا كيف قلت لكم واحد 3 معالق كبار حتى الـ4. كنديروا الزبده ديالنا كتذوب على نار متوسطه حتى كتذوب، من بعد غادي ندوزوا باش نجمعوا بها البسكويت ديالنا اللي كنديروه في واحد الاناء كبير. كنخليو شي طريفات كيكونوا ما كنطحنوهمش بزاف، كيبقاو مقرمشين. كنبداو نضيفو الزبده ديالنا على البسكوي، حنا كنخلطو بيدينا. هنايا ما غاديش نضيفو ليه الزبده حتى يولي بحال العجينه، يعني غنكثروا ليه الزبده، لا غنضيفو الزبده غير حتى منين بداو نجمعوه بيدينا كنحسو بانه بدا كيتجمع. صافي كنستمر بنفس الطريقه، كنبقى نضيف هذيك الزبده وانا كنخلط بيديا حتى كيبدا يتجمع ليا الخليط. يعني ملي كنهزو واحد شويه بين يدينا كنحسو بانه تجمع، صافي كنعرفو اننا ضفنا ليه الكميه الكافيه ديال الزبده. ما خصوش يكون كيتفرتت، يعني ملي كنجمعو بحال هكا كيتجمع لينا بسهوله. كنجيبو قالب ديال التورته، انا نستعملت قالب كبير شي شويه فيه 26 سنتيمتر. ممكن تستعملوا داك القالب الصغير اللي فيه حتى 24. انا استعملت هنا ديال الزاج، نتوما ممكن تستعملوا حتى هذاك اللي كيتستحمل الجوانب. هنا انا بغيتها تجيني رقيقه، نتوما الا بغيتوها تجيكم طبقات غلاط كديروا مول صغير. كنبسطوا هذاك البسكوي في القالب مزيان، كندوزو وكنديروه في الثلاجه، وكندوزو نحضروا الطبقه الثانيه. فواحد الكاسرونه كنديروا نص لتر ديال الحليب، كنضيفو عليه هذاك الفلون ديال الفاني. هنا ما غاديش نضيف في الوصفه السكر حيت هذا الفلون هذا فيه السكر. الا استعملتوا هذاك الفلون الصغير ما فيهش السكر، ممكن تستعملوا واحد 3 معالق كبار حتى 4 ديال السكر سنيده. بالنسبه للنكهه ديال الفلون كتبقى اختياريه، انا درت الفاني، ممكن ديروا حتى البنان كيجي زوين، او كديروا الكراميل او الشكلاط. دابا غادي نضيف عليه 2 معالق كبار من النشا. الا ما كانش عندكم نشا كديروا الكريم باتيسير. نطرب الخليط ديالي مزيان هو بارد، من بعد كنحطو فوق البوطه نار متوسطه دائما مع التحريك المستمر حتى كيغلى. ملي كيغلى الخليط كيبدا يعقد، صافي كنطفيو عليه البوطه. هنا ملي الخليط ديالنا غلى وبدا كيعقد كنطفيو عليه البوطه بسرعه، ما حدو سخون لانه بسرعه كيجمد. كنصبوه فوق من هذيك الطبقه الاولى ديال البسكوي، كنقادوه مزيان وكنخليوه كيبرد في المطبخ حتى كيبرد، ما كيبقاش سخون. عاد كندخلوه للثلاجه او المجمد باش كيبرد لينا بسرعه. دابا غنشوفوا المقادير ديال الطبقه الثالثه، فيها 4 لتر ديال الحليب، علبه واحده من الفلون بالنكهه ديال الكراميل، كنستعمل هذه العلبه اللي فيها 2.5 غرام، علبه واحده من الكريم شونتيغ برا اللي فيها 100 غرام او 110 غرام. الحليب اللي مستعملين هنا في الوصفه خصو يكون بارد مزيان باش الكريم ديالنا دغيا كطلع. كنجيب واحد الاناء اللي تيكون نقي كنمسحوه من الماء وكنديروا فيه الفلون. هاد الفلون هذا كيعطيها واحد النكهه للكريمه، وايضا كيعطيها واحد التماسك كتكون قابطه راسها بحال الا درنا فيها الجيلاتين. كنديروا الفلون ديالنا وكنديروا عليه الحليب. هنا كيف العاده ما غنديرش السكر لان هاد الكريمه هذه فيها السكر، وغنكتفيو فقط بهذيك الحلاوه ديال الكريمه. وكنضيفو هذيك العلبه اللي فيها 100 غرام ديال الكريم شونتيه على الحليب والفلون.
الدراب الكهربائي على السرعه اللي كتكون مرتفعه كنطربوا الخليط مزيان مده ديال 5 حتى 10 ديال الدقائق حتى كتطلع الكريمه مزيان وكتشد راسها. ما طربت الكريمه ديالي مزيان كتصبح بهذا الشكل هذا باش نعرفوا اننا طربناها مزيان مبقاتش محتاجه انها تطرب. كناخذوا الاناء كنقلبوه فهي كتبقى لاصقه في القلب ديال الاناء ما كتحركش. صافي دابا كنجيبوا التورته ديالنا كنخرجوها من الثلاجه وكنديروا فوق منها الطبقه ديال الكريمه وكنبسطوها مزيان. وكنعاودو ندخلو على الثلاجه كنخليوها واحد ساعه حتى لساعتين حتى كتقبط راسها الكريمه مزيان. عاد كنخرجوها وكنزينوها وكنقدموها بالصحه والراحه. كتجي زوينه بزاف هاد التحليه سريعه التحضير والمذاق ديالها راه كيجي بنين بزاف. كنتمنى تجربوها. انني درت القالب كبير شي شويه فجاتني رقيقه لاني بغيتها تجيني رقيقه. الا بغيتو يجيكم الطبقات غلط كديروا مول صغر من هذا كيجيو ثلاثة ديال الطبقات. الطبقة ديال البسكوي ديال الفلون ديال الكريمة كتجي زوينة بزاف. كنتمنى انكم تجربوا الوصفة ديال اليوم. ما تنسوش الى عجبتكم تخليوا ليا جيم وتشاركوا الفيديو مع الاصحاب والاقارب ديالكم باش تعم الفائدة وتشتركوا معي في القناة الى كنتو باقي ما مشتركين. ما تنسوش تضغطوا على الجرس اللي كينحدى زر الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد. هنا غنقطع عليكم باش تشوفوا كيف كيجي القوام ديالها. كتجي متماسكة شادة راسها كتجي بنينة بزاف. حاول راح نتلقاو فيديو جديد ان شاء الله.